أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع 17. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها. كونوا معي. سيكون درسنا هو فن السيرة الغيرية. سنعرف عن فن السيرة الغيرية، ماذا نريد أن نتعلم عن فن السيرة الغيرية؟ هذا قبل القراءة. بعد القراءة سننتقل إلى ماذا تعلمت عن فن السيرة الغيرية. سنتعرف إلى المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، حيث وصف بأنه إدارياً وأستاذا جامعيا، يصف علاقته بطلبته داخل قاعة التدريس، علاقته بطلبة الدراسات العليا، المنهج الذي اتبعه معهم، يعرض جانبا من شخصيته بوصفه ناقدا أدبيا، وأيضا علاقته بأولاده من جانب تربوي. هذا النص الذي سندرسه هو أحد فصول كتاب إدوارد سعيد أماكن الفكر، وهو سيرة غيرية تترجم حياة إدوارد. كان رائداً للدراسات بعد الاستعمار وناقداً وأدبياً واسع الثقافة، لهذا الكتاب له قيمة كبيرة، فهو قراءة غير مباشرة لفكر إدوارد سعيد، تأويل جديد لسيرته الذاتية خارج المكان. وأيضاً سندخل في أدب السيرة الغيرية، وهو نوع من أنواع أدب السيرة يعنى بدراسة حياة شخصية ما وسرد أخبارها المروية عنها، تحليل الظروف التي أحاطت بها، عصرها، بيئتها، مولدها، نشأتها، تعليمها، وكشف أثرها في شخصيته وخبراته وآرائه. كما يظهر أمامكم على الشاشة سنقوم بقراءة النص وتحليله أيضاً. كان سعيد منخرطاً بشكل يثير الدهشة في الخدمات التي تقدمها كلية كولومبيا على المستويات جميعها، فحتى عندما كان يقدم حقولاً جديدة في المجال المعرفي، فإنه كان مشغولاً أيضاً في إدارة الكلية، فقد استغل مكانته رسمياً على سبيل المثال في الموازنة بين الأدب الإنجليزي والأدب المقارن، وحكم المباريات الشعرية التي يشارك فيها طلبة المرحلة الجامعية الأولى، واختلف مع تريلينج في جدل علني حول دور التعليم الثانوي في تحضير الطلبة للعمل الجامعي، وقدم رداً نقدياً على تقرير اليونسكو بعنوان تنوع الخلاق. اشتكى فيه من أن التقرير على الرغم من كل النقاط الجيدة التي يتضمنها لم يذكر شيئاً على تشجيع الطلبة على التفكير المستقل. أما في قاعة الدرس فإن التركيز على الانضباط جعله شخصاً موهوب الجانب في عيون طلبته، وكان أحياناً يقاطع الطلبة وهم يقرؤون تقاريرهم الضعيفة أو السيئة الإعداد بأن يحني رأسه باتجاه المنضدة، بينما تبعث يده بالعملة المعدنية في جيبه، وكان في بعض الأحيان ينقذ الطالب في أثناء تقديمه الهادئ لتقريره الفاشل بأن يسأله سؤالاً يستخرج من الطالب ما كان فشل في قوله. وقد طلب من الطلبة أن يقرأوا كل كلمة في رواية بحثاً عن الزمن الضائع لبروست باللغة الفرنسية، وأحياناً كان يلوم الطالب الذي يشكو من أن فيلسوفاً ما عجز عن قول شيء ذي معنى، وكان يقول دائماً إن مسألة التفسير في منتهى الخطورة، ثم يردف لا يمكننا تبذير الوقت القصير الذي يجمعنا في قاعة الدرس. وهنا عزيز الطالب أيضاً سنتطرق إلى علاقته مع طلابه، وكيف أن طلابه أصبحوا أساتذة، والكثير الكثير عن سيرة حياة هذا المفكر. بعد ذلك وكما هو مألوف لدينا سننتقل إلى أفهم المقروء وأحلله. سيكون المطلوب منا جذر الكلمات ومعانيها، منضدة، رطانة، مغرقة، توبيخا. سنستخرج جذور الكلمات ومعانيها.
بعد ذلك سنوضح المقصود بالتراكيب المخطوط تحتها إلى زبدة الموضوع مرهوب الجانب بصعود سلم. أيضا نوضح الدلالة من الكلمات التي تظهر تحتها خط. سننتقل أيضا إلى الأسئلة التي ربما تحتاج إلى تفكير أعمق، ومثال ذلك أميز كيف أن قاعة التدريس كانت مهربا لإدوارد سعيد ومكانا لتجربة الأفكار. أيضا سنصنف المجالات التي اهتم بها إدوارد سعيد وفق الآتي: الأدب المقارن، بحثاً عن الزمن الضائع، الأدب العربي، الثقافة. سنضع كل منها تحت الفن الذي ينتمي له: الدراسات الأدبية والثقافية، الروايات، الدراسات اللغوية. بعد ذلك سننتقل إلى درس القواعد: الأفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. سنتعرف إلى هذه الأفعال وكيف أنها لا يتم معناها إلا عندما يأتي لها مفعولين، وهذه الأفعال هي أفعال الرجحان مثل ظن، خالة، زعم، حسب، واليقين مثل رأى، القلبية وليس رأى البصرية، سنفرق بينها، وعلم، وجد، اتخذ، التحويل مثل اتخذ، جعل، صير، حول. سندخل إلى عمق أكثر في معاني هذه الأفعال. بعد ذلك وكما هو معتاد سننتقل إلى أسئلة الدرس: الفعل المتعدي إلى مفعولين، أملأ الفراغ بمفعولين مناسبين، وظف الأفعال الآتية المتعدية إلى مفعولين، وأعيد كتابة الجمل محولا المبتدأ والخبر إلى مفعول به أول ومفعول به ثاني. هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم.